بيروت سنة 2011. الحقيقة أغنية مزيانة برشا. هي دي أنا اخترتها مقصودة. وعلاش ريت رغم اللي وردة فقدت صوتها 2011 ما عادش وردة بتاع السبعينات. صحيح. ولك شنو شوف مو احنا عندك الخمريات نتاع ابو نواس فهمتني والمعتق الشهباء وكذا فهمتني كل حاجه كتقديم تقعد ديما عندها نكهه تعتيق عندها نكهه بل بالعكس تزداد وقيمه. صحيح فهمتني. هنا الحفله مش حشتنا بصوت ورده حشتنا خاطر تشوف ان الجمهور متفاعل يعني مش شباب اللي عمره 18 و17 الى اللي عمرها 70 و80 نساء وكهول جايين للحفلة مش حسوت يحبوا يشوفوا وردة لأن هي الذكريات. قلت الغنية متاع مرسي عز جميل عزيز اللي شفنا له حبيبي لولا السهر. قلت قلنا تأنيث الموسيقى لهنا المرأة تتحدث عن نفسها. صحيح. ولكن هاو الإشكال ريت وين أذيت فما إشكالية ما وصلناش لمرحلة أنه المرأة الملحنة والمرأة الشاعرة التي فارضة نفسها خاطر احنا تو نشوفوا حتى الغرب راه ما فماش الملحنات كبار اختارنا من العالم العربي نشوفوا في العالم نحن قليل ما فماش دي ستار. فما مغنيات صحيح لكن في التلحين لا. والشعر كيف كيف كيما في العالم العربي احنا توريت فهمتني عندنا اشكاليه كبيره زاد مازلنا ما وصلناش انه النساء ورونا ابداعات في الالحان ابداعاتهم في الالحان وفي الشعر كذلك خاطر ما تقول شوف فما فجوه كبيره راه فما فجوه كبيره تحب ولا تكره فهمتني مازالت فجوه كبيره ما بين الذكوريه والانوثه مازالت فجوه فهمتني صحيح انا توا وصلنا مرحله التعليم وكذا والناس كل تاني تقرا وكذا وكذا لكن في مرحله ابداعيه مازال على مستوى ونعطيك دليل مثلا سعاد الصباح اي بنت العائلة المالكة ودكتوراه من اكسفورد في الاقتصاد وهي شاعرة ولا اي كتبت اغنية جناجة الصغيرة اي هي تقعد تعرف قداش دفعت فيها هذيك ولا عتن الناس تدفع للملحن والشاعر لا هي دفعت الكمال الطويل مش لحن لها الاغنية اي نعم فهمت ولا علاش خاطر هو علاش خاطر نبزها نزار قباني في يوم من الايام وهي مازالت صغيره وكذا طلعت فهمتني قال لهم هبطوها بقى قالت له هذيك لا تنتقد خجل الشديد وكذا ويا سيد الكلمات ما تعرفها ما عرفها هو تحب ولا تكره بعيد حتى سعاد الصباح بعيد على سبعة اسمه نزار قباني بعيد تحب ولا تكره بعيد ما تنجمش تقارن سعاد الصباح نزار قباني قلنا مازلت الحكايه هذه ولكن ما يحسب للشعراء هذوما انه اضطرقوا الى مواضيع الانوثه يعبروا يعني في بلاصه المراه معناتها اكزاكتومون ما يميز في الفتره هذه اللي هي تبدا من منتصف الخمسينات حتى لتوا هي تواصلت وشفناها مع جمال سلامه مع سميره سعيد وشفناها قبل اللي صرتوا اهم عنصر هو بداوها الشعراء هذوما مرسي جميل عزيز وخاصه الملحنين اللي هو اكد ان ديما بلي حمدي هو اللي ذكرون اكبر الفينومين هذا فهمتني فقربت الموسيقى للشعوب فهمتني واهم حاجه انه الذكوريه في السماعيه خاطر شنو قبل شكون راهم نسيك فين كان فما دوزاكس ما يتفرجوش فيهم اللي هم الكوره في الخمسينات والستينات لا تعني النساء ما يسمي من اهتماماته صحيح طول الكوره بالعكس اكثر الجماهير الجماهير فوالا هذيك هو كيما الفن الفن كان فن ذكوري لانه لا يعبر على احساس الانثى فهمتك وقت اللي وفروا اللي يعبر على الاحساس فأتت الجماهير وتفاعلت وكبرت القاعدة الجماهيرية لأم كلثوم والعبد الوهاب وجماعة كلها فهمتني وهذا راهو باهي نقولوا باهي لأنه أهم حاجة هو أنه قربوا للشعوب في الأخر مش يستهلكها الإنتاج هذايا مش يستهلكوه الشعوب ويلزموا يوصل للناس كل لازم يمس القاعدة الشعبية العريضة وهذه قاعدة اقتصادية صحيح سمعتها قاعدة اقتصادية في الكوميرس اي مش يبيعوا لي في التجاره ما يلزمنا نضغطوا على التكاليف ونرخصوا في الاسعار باش تستمتع الناس كل واضح
هذه جميع كبرى الشركات راه من ماكدونالد وانت ماشيه من الانفورماتيك الجوجل لغير ذلك. السياسه الاقتصاديه اصلا وحنا شفناها في الفن معنى الربح مش يولي في المارج، المارج بتاع الربح في الكونتيتي اكثر منه كل شيء، معناتها البيع اكثر ناس كل تستمتع بتبيع الناس كل حتى هذا اجي نقول لك حتى في الثقافه. علاش نقولوا هاي الثقافه مهمه؟ الثقافه مهمه خاطر علاش؟ تصور انت انسان مثلا مش هاب قديمه مشكلته اللي ما يوصلش يقول الشعر مثلا كما عن طريق احمد رامي او يلحن على طريق عبد الوهاب والسنباطي سي اش مش هاب مش تولي عقده كما شوفنا احنا في تونس يا اخي شنو مش صار في تونس الستينات سبعينات الثمانينات مش اللي ما يقراش على روحه نبخسوه اجتماعيا صحيح مش مش مناش نرتكبنا اخطاء حتى احنا خاطر اعتقدنا انه التعليم هو الثقافه هو مقياس الثقافه اعتقدنا في فترة معينة وهمشنا كل شيء وذي يصير في المجتمعات انك تجي تحط مقاييس مش حقيقي واضح هذا اللي انا نأكد عليه معناتها نقول هكتو في حتى الاغاني ذوما انا مثلا يعجبوني برشا علاش لانه مقراب للناس كل ويعبروا على احساس الناس كل صحيح. وصورهم الشعرية بسيطة وحلوة ولا تطلب لا فلسفة لا حس دي ديكسيونير المنجد العربي أو المنهل لوج على كلمة من هنا هذه شو يقصد بها فهمتني وتحب لك خيال شعري كما قال أحمد شوقك في أغنية تدنين نجاشي حمامة بيضة فرد جناح تودينا وكذا وهو يقصد السفينة اللي هي بشراع أبيض شبهها بالحمامة والنين نجاشي خاطر ان احنا انه اذهبوا الى الحبشه فهمتني حديث للرسول خاطر علاش قال للنجاشي خاطر يمثل العداله ما بين مصر واثيوبيا احمد شوقي معناتها باش تسمع له النين نجاشي تحل موسوعات علميه باش باش تفهم قصيده احمد شوقي ولو انها فهمتني عملها شطر دارجه زجل معناتها وشطر عربيه فصحى وصعيبه مع ذلك معناتها فهمتني صحيح. او يا جاره الوادي تربت برا انت لوج عليها جاره الوادي طلعت في الاخر مدينه زحله ويتغنى بمدينه زحله ولثمت كاس اسمه ودخلت فرعي كان ليلك والدجاج معناتها هو يحكي على حبيبته كيفاش هكا معناتها عنقها ودخلت ليلك فرعي كان الدجاج يحكي على الليل على شعرها وكذا ايش تحب لك؟ ايش تحب لك باش تفهم الصوره الشعريه؟ صحيح صحيح والله برشا برشا سيرتو احنا الاسبوع الفارت واللي قبله كنا نقرا في قصيده لام كلثوم معناتها بريمون تاويلات اللي يحب لك تقعد تقرا وتفهم وتحلل تشوف المرجعية معناتها متاع الكلام ومتاع معناتها حتى الصور الشعرية عندها مرجعية قديمة برشا معناتها في القدم اكزاكتومون في القدم يلزمك تكون انت مختص في اللغة العربية تكون مثقف ملم وملم باش تفهم قداش الملمين والله هذه وي هذه اشكالية اجتماعية راهو ما ينحل نعترضوا له احنا اليوم في الحصة هذه راهو ينطبق على جميع القطاعات على جميع القطاعات دونك مواصلين مع وردة في أغنية مستحيل